فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل آخر يقول: والدتي تضع أموالها في بنك الربوي، وتأخذ أيضا ربا من البنك على هذه الأموال، وقد ناصحتها لكنها لم تستجب. أحيانا أحتاج إلى أن أقترض منها، فهل يجوز لي أن أقترض من والدتي وهذه حالها؟ ما دامت على ما ذكرت فلا تقترض منها، لأن مالها إما أنه حرام كله أو مختلط. نعم.